هنا جو حلو، في احتفال، في طاقة إيجابية، شايفة هنا في تصليح للأمور، في انسجام ما بينك وبين الحبيب، في تفاهم وانسجام كبير. لو انت عايز في طرق اتفتحت في طريقك، يعني شخص ما انت معجب بيه، او ابتديت تلاحظ ان في شخص ما معجب بيك، شايفة هنا بنسبة كبيرة جدا ان في تطورات جاية في طريقك وانت حاسس بيها، وبالفعل في البعض منكو التطورات العاطفية ابتدت. اوكي، طاقة جميلة يا جوزاء. خلينا ناخد كارتين ورقة العاطفي نختارهم في آخر القراية. بسم الله. يلا يا جوزاء، بسم الله. حياتك العاطفية من 7 ل 14 فبراير، بسم الله. الورق لازق شوية، الجو برد جدا والرطوبة بقى والكلام ده كله بيلزق الورق. معلش يا جوزاء. ماشي يا جوزاء، يلا بقى نشوف توقعاتك خطوة خطوة ل7 أيام دول. بسم الله. تري اوف ماتيريال و ايت اوف فويس و ذا ماجيشن. ماشي، تري اوف ماتيريال ده بيوضح لك ايه؟ بيوضح لك ان انت عندك بدال الامر اللي بتفكر فيه امور كتير. يعني انا شايفاك كده في علاقة عاطفية، وانت في العلاقة العاطفية مش عارفة ليه حاسة ان انت مش راضي، او في نقط سلبية في العلاقة العاطفية دي انت مش عارف تعديها او مش راضي تعديها. يعني مثلا حبيبك بيسهر كتير، حبيبك بيتكلم قليل، ما بيحبش يتكلم في تليفون، السوشيال ميديا بتاعه كله مثلا لو هو رجل كله النساء، ولو هي مرأة كله رجال. شايفة كده ان في اكتر من امر شغلك في العلاقة العاطفية اللي انت فيها، مش مشاكل مع الحبيب فقط، لا، ممكن تكون مشاكل من تصرفات الحبيب او الاشخاص المحيطة بحبيبك كصحاب او جيران او اسرة. انا شايفك كده ان انت متردد، مش عارف ايه اللي بيحصل وفي ايه بيحصل وليه عمل كده او ليه عمل كده، او شايفك بتفكر في حلول ولكن في صمت. يعني ما بتشركش حبيبك او حبيبتك في اللي انت بتفكر فيه، لا، انت ممتص كل شيء وانت اللي بتحاول تصلحه مع نفسك، وده طبعا ما ينفعش الامتصاص. احنا دايما بنقول ان مشاركة المشاعر بتاعتك مع الحبيب بيقربكم لبعض اكتر، حتى لو مشاركة الاحاسيس دي فيها عتاب، فيها اسلوب هو بيتبعه ومش عاجبك، بس المشاركة بتكون ايجابية جدا جدا. الـ Eight of Voices، انت عارف ان في قدامك فرص من ذهب، وابتديت تشوف الفرص دي وابتديت تفكر انا لو اتبعت الطريق ده انا الفرص بتاعتي هتتضاعف، او انا لو مشيت في الطريق ده انا هوصل لهدفي واكتر من هدفي كمان. شايفاك ان انت شايف الطرق الصحيحة، شايف ايه اللي انت المفروض تعمله في حياتك في الوقت ده، وابتديت تخطط انا همشي كده او همشي كده، انا هستمر مثلا مع الشخص ده او لا مش هينفع استمر معاه. شايفاك الشخص ده طالب الرجوع، انا هرجع له او لا. شايفاك مقرر اكتر من قرار ومستني الوقت المناسب للتنفيذ. هنا لو انت عازب، انا شايفة ان انت عارف ومتأكد ان الشخص اللي انت بتتمناه او الشخص اللي انت عايزه يخش حياتك موجود وقريب منك، ولكن انت ما بتعملش اللي المفروض تعمله عشان تقابل الشخص ده. يعني مثلا ما بتروحش اي اماكن عامة فيها ناس، اماكن شغلك كل اللي فيها يا اما مرتبطين يا اما من جنسك يا اما مثلا اشخاص غير مناسبة. شايفاك ان انت مركز قوي، عارف فين الطريق اللي انت لازم تمشي فيه، وابتديت بقى هتمشي فيه دلوقتي. يعني ابتديت تعرف انت لازم تروح فين وعايز تروح فين، وهتبدأ تتحرك للأمام. ماشي، ذا ماجيشن ده شخص عايز اقول مناسب جدا يا جوزاء، والشخص ده شخص ناوي الاستقرار.
سواء كان هو حبيبك في الوقت الحالي، احب اقول لك وانت شايف كده ان هو مش مستعد للاستقرار او مفيش اي جدية من طريقه، لا اطمن، الشخص ده ناوي استقرار، الشخص ده عايز علاقة مستقرة، ولكن ممكن ليس في الوقت الحالي، ممكن مستني بعض الظروف تتحسن. في نفس الوقت لو انت عايز، يبقى انا شايفة ان في شخص جدي جدا جدا هيخش حياتك الفترة دي، اول ما هتتعرف عليه هتحس ان هو مش جدي، اول ما هيخش حياتك هتحس ان هو شخص مثلا مهمل، ولكن استنى عليه شوية يا جوزاء، لان الشخص ده بيبان من بره كده ان هو مستهتر او مش بتاع ترسيم علاقة او مش جدي في العلاقة، ولكن ده كله جدي. فلو معاك شخص يعني انصحك بان انت اديله بعض الوقت يوضح نفسه او يشرح نفسه. ماشي، اول كارت نصيحة بيقول لك ايه؟ discussion. ماشي، ده اللي انا كنت بقول لك عليه، لازم تفتح مجال للحوار مع الشخص اللي انت وهو في سوء تفاهم ما بينكم. سوء التفاهم ما بيعنيش ان انتوا زعلانين من بعض، لا، سوء التفاهم ان الشخص ده عايش حياته بطريقة والطريقة دي بتأذيك او بتأذي مشاعرك نوعا ما. هنا لازم ان انتوا تفتحوا الحوار، ما تخافش يا جوزاء من المشاكل اللي هتيجي من فتح الحوار، لان فتح الحوار ده هيريحك في العلاقة العاطفية، فتح الحوار ده هيخليك مستقر في العلاقة العاطفية اللي انت فيها. هنا دي نصيحة بجرأك، ايوه افتح الحوار مع الشخص ده، قول له ايه اللي انت متضايق منه في العلاقة، قول له ايه المفروض يتحسن في العلاقة وانت هترتاح. اوكي، خلينا نشوف في ايه تاني جاي في طريق الجوزاء في 7 ايام، من 7 فبراير ل 14. بسم الله. هي لك ذا تمبرنس، الله، و 7 اوف ماتيريال، و 6 اوف ماتيريال. لا، في فعلا يعني في سعاده، ذا تمبرنس، عندك توازن في حياتك العاطفيه الفتره دي، يعني انت عارف انت عايز ايه من العلاقه العاطفيه وهتمشي وراه وهتحقق اهداف او نقط كتير جدا انت كنت حيران فيها. يعني لو كان شخص متقدم لك وانت مش متأكد مشاعرك ليه ايه، انا شايفة ان انت دلوقتي هتقدر تاخد قرار، شايفة ان انت دلوقتي واقف على ارض صلبة وعارف انت عايز ايه وهتحقق بالظبط اللي انت عايزه، عندك توازن في حياتك ما بين حياتك العاطفية وحياتك العامة، هيكون في سعادة، هتشوف الاشياء اللي حواليك بإضاءة اكتر او بلون واضح يوريك الطريق اللي انت عايز تتبعه. طيب السيفن اوف ماتيريال، اقول لك اللي منكو كان في علاقة صعبة او اللي منكو خارج من علاقة انفصال، انت خلاص خرجت من الظلام وداخل على النور، داخل على الطريق اللي كله ورود وازهار، داخل على الطريق اللي انت مستنيه من زمان، يعني اللي اتجرح منكو في علاقة جاية لكو في الطريق ما فيهاش اي جرح، المنفصل منكو في رجوع مع الحبيب، ولكن الحبيب ده هيتغير 180 درجة، هيعترف بخطأه، هيندم، هيحسسك ان هو فعلا خسر كتير قوي لما خسرك. خلي بالنا من النقط دي، لان الظلام اللي انت كنت فيه، الوقت الصعب اللي انت كنت فيه انتهى، يعني انت ماشي لطريق كله ورود وازهار وكله اضاءة وبهجة. وبمناسبة البهجة، انا شايفة ان في خبر حلو جدا جاي لبرج الجوزاء هيسعده جدا. ممكن الخبر ده يجي لك على يوم عيد الحب 14 فبراير بإذن الله، أو قبله أو بعده، بس أنا شايفة إن في أخبار جاية لك، ممكن أخبار جوع الحبيب، ممكن أخبار تطوير علاقة، ممكن خبر إن شخص معجب بيك أو شخص عايز يتقدم لك. أنا شايفة هنا إن في خطوة إيجابية جاية حياتك، وشايفة هنا إن في خبر حلو جدا جاي لك الفترة دي. أوكي، خلينا نشوف تاني كارت من المرميد بيقول لك لاتين جو. لاتين جو إيه؟ انت هتخلي الاشياء السلبية اللي في حياتك تمشي، هتخلي الاشخاص اللي انت حاسس ان هم مش مناسبين في حياتك او وجودهم زي عدمه في حياتك، هتخرجهم من حياتك. انت دلوقتي عارف مين المفروض يستنى معاك في العلاقة ومين المفروض ان انت تبعده عن حياتك نهائي، انت بتخلي الاشياء السلبية تخرج من حياتك في الوقت ده، وده اللي انت محتاجه وده القرار الصحيح ليك.
انت letting go، انت بتخلي الاشياء تمشي. letting go ده يعني هتمشي العلاقة اللي انت فيها عاطفيا كده، وتشوف مصيرها ايه. هتمشي الماضي من تفكيرك، هتمشي الاشخاص السلبية من حياتك. انا شايفة ان انت بتمشي كل حاجة ازياك، وبتبقى على الاشياء اللي فيها، الاشياء او الاشخاص اللي فيها طاقة ايجابية ليك. ماشي. خلينا هنا نشوف اخر كارتين عاطفيين لبرج جوزاء للفترة من 7 ل 14. اول واحد كيمستري، انجذاب كبير جدا ما بينك وبين شخص ما، وبيقول لك هنا there are a strong magnetic attraction here. يعني انت هتقابل شخص ما، هتحس ان انتوا الاتنين ما بقيتوش واقفين على رجليكوا، لا ده المغناطيس جمعكوا ببعض. يعني هنا في شخص ما، حب جديد او رجوع لشخص من الماضي، او الكيمستري ده ممكن هتبدأ تكتسبها مع الشخص اللي معاك في الوقت الحالي. بس ما كنتش معجب بيه 100%، ودلوقتي ابتديت تحس ان انت منجذب ليه جدا. الانجذاب ده هيبين لك ان انت في العلاقة الصح. الانجذاب ده هيخلي مشاعر حبك للشخص ده تكبر اكتر واكتر. ماشي. وهنا بيقول لك forgive and learn. هنا بيقول لك لازم تنسى الاشياء السلبية اللي كانت في حياتك وتتعلم منها. ما تخليش الاشياء السلبية تكون متحكمة فيك. ما تخليش اي علاقة فاسدة تأثر على العلاقة الحالية. لازم اي حاجة حصلت في الماضي تنساها، ولكن مش هتنساها كده وخلاص، لا، وتتعلم درس منها. يعني الشخص ده خانك، تعرف ان الشخص تاني ممكن تكون عينيك مفتحة شوية، تخلي بالك من اللي بيحصل في العلاقة. الشخص ده كذب عليك، لازم تدور على شخص honest، يعني شخص صادق. هنا بيقول لك ان انت لازم تنسى الماضي، ما تقعدش تقارن ما بين الشخص الحالي والشخص اللي كان معاك في الماضي. ده أسوأ شيء اي حد يعمله. ولكن اتعلم من الخطأ اللي انت ارتكبته قبل كده، او اعطاء الثقة لشخص ما يستحقهاش. شكرا لبرج الجوزاء.